مساء الخير. بجولة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشاء سكنية، مكاتب، فلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان مقلون إلا يتابعونا، خليكن معنا. حمرة 202 تاور سكني موقعه استراتيجي بالحمرة قريب من أهم المراكز التجارية، مؤلف من 14 طابق وشقتين بالطابق. مساحة كل أبارتمنت 220 متر مربع، مكونة من 3 بادرومز وحدة ماستر، صالون وداينينج مع 4 باثرومز وميدز روم، 4 أندرغراوند فلورز مخصصين لاثنين باركينج لكل شقة بالإضافة لستورج رومز. So you can keep me. سبيسيفيكيشنز عالية بالعمار، رخام أوروبي، هاي أند كيتشنز وباثرومز. حمرة 202 هاي أند تاور جاهز للسكن ببرايم لوكيشن كاشف على المدينة. 23 من أصل 28 شقة أفيلبل للبيع. لوكجري دوبلكس للبيع بالمونتي فيردي، تحديدا ستريت نمبر 2، منطقة آمنة وفخمة بمحيط كله خضار وفيو 360 درجة، بناية هاي اند بآخر مراحل الفينيشينج. مؤلفة البناية من 4 طوابق ودوبلكس 600 متر مربع، مؤلف من روف 400 وطابق سامبلكس 200. إمكانية فصلهم ليكونوا شقتين منفصلين ومستقلين أو دوبلكس واحد مساحته 600 متر مربع. دوبلكس ضمنه تيراس 130 متر مربع مع تجهيز لسويمينج بول كاشف على فيو من الجبل للبحر، ومؤلف من 3 ماستر بيدرومز مع صالونات وكيتشن مستقل. هاي أند فينيشينج بالداخل والكيتشن حسب الطلب. بناية فخمة بمنطقة المونتي فيردي بشارع سكني كله فيلال بتطلع على فيو بحر وجبل. دوبلكس 600 متر مربع للبيع، ممكن فصله لشقتين مستقلين تابع لإلو كاف وباركينج. حالياً دوبلكس جاهز للسكن. موجودين ببرايم لوكيشن ببيروت على بعد أمتار من المتحف والعدلية. MHM Business Center Under Construction 7000 متر مربع مقسمين على 14 طابق. من أهم المراكز المحيطة بالمبنى مستشفيات، مصارف، بيت المحامي وبيت الطبيب. MHM مبنى تجاري مخصص للمكاتب والشركات، مؤلف من 14 طابق مع جراوند فلور وميزانين مساحتهم 450 متر مربع. الباركينج المخصص للمبنى مؤلف من 5 طوابق أندرغراوند. بيتميز MHM بمودرن ديزاين بالداخل والخارج ومواصفات عالية بتتضمن 4 هاي ستاندرد إليفيترز، عمار هاي أند ضد الزلازل وووتر بروفينج سيستم. موقع MHM استراتيجي قريب من أهم المراكز بالمدينة وبيطلع فيو صوب بيروت. ممكن تستفيدوا من اللانشينج برايس بهالمرحلة 3600 دولار لفترة محدودة والتسليم بال 2018. أبراج بروجكت سكني ضخم بجنوب لبنان، تحديداً مدينة سور، بيتميز بفيو بحر ومساحة خضراء حول المشروع. 9 بلوكس، كل بلوك مؤلف من بنايتين وكل بناية مؤلفة من 8، 10 أو 12 طابق. بعض الأبارتمنت شقتين بالطابق، أما البعض الآخر 4 شقق بالطابق كلهم سامبلكس. مشروع قريب من أهم المراكز والمدارس بالمدينة، قسم under construction وقسم بمرحلة الفينيشينج. Apartments 115 متر مربع مع 2 bedrooms و 147 متر مربع مع 3 bedrooms. معايير عالية بالعمار وخدمات عديدة مأمنة من أهمهم
سولار باور، دبل جليزنج وانسوليشن سيستم، بالإضافة لجاردنز، باسكت كورت وبلاينج اريا داخل المشروع. أبراج بعيد 10 دقائق من مدينة سور، 140 أبارتمنت من أصل 350 أفيلبل للبيع مع سي فيو وغاردن فيو وباركينج مأمن. أول قسم من البروجيكت بيتسلم بال 2018. I've been lost and I've been broken. I've been down the border hoping I'm still reaching for the sun. فتأ فيليج 222 مشروع خاص للسكن بمرحلة الكونستراكشن بمنطقة كسروين، تحديدا فتأ، قريب دقائق من الطريق العام وكاشف على بانوراميك فيو. مؤلف المشروع من 25 فيلا، 13 افيلبل للبيع. فيلا التريبلكس، جراوند فلور مخصص لباركينج اربع سيارات مع درايفرز روم، أما الطابق الأول والثاني للسكن. كل فيلا تريبلكس مساحتها 500 متر مربع وتابع لها جاردن ابتداءً من 70 متر مربع. هاي اند انتيريورز بيتضمنوا برايفت اليفيتر، رخام بالصالونات مع جيبسون بورد ديزاين، شوفاج وبلت ان اي سي، ثلاث غرف نوم ماستر مع تيراس، بالإضافة لستورج روم. فتأ فيليج 222 بروجكت سكني بجيتد كوميونيتي مع سكيورتي مأمنة ومدخل خاص، حالياً بآخر مراحل الفينيشينج. 13 فيلا أفيلابل للبيع والتسليم بصيف 2017. إمكانية التقسيط لمدة 360 شهر والسعر 1500 دولار بالمتر. توقع تقرير حديث أنه تبلغ قيمة سوق البناء والتشييد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقارب 300 مليار دولار بحلول عام 2019. وأكد التقرير الصادر من شركة BMI للأبحاث الاقتصادية أنه حلول العزل الحراري للأبنية بالمنطقة راح تساهم بخفض التكاليف وتوفير مساحات مريحة بسوق البناء. ورجح التقرير أنه تساهم هالحلول بدفع مسيرة نمو سوق البناء بالمنطقة لتنمو 43% بارتفاع من 235 مليار دولار بالعام 2016 إلى 336 مليار دولار بحلول عام 2020. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كثيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على موعد.